مشاهدي متابعي منبر حرية بريس، مرحبا بكم. اليوم بتاريخ 16 مارس 2022، كنتواجدوا الان بمدارة بن سودة. كما كتلاحظوا امطار الخير كتهطل الان على المباشر، اللهم لك الحمد. ما كتشوفوا يعني قطرات تبارك الله، يعني تبارك الله الأمياه وأمطار الخير كتهطل الآن كما كتلاحظوا هنا بمدارة بن سودة. على المباشر معكم كنحاول ما يمكن نقرب المشاهدين ديالنا داخل وخارج الوطن بهذه الأجواء يعني ترعيدة بحال اللي كنقولوا، يعني ربع ساعة ديال الشمس تبارك الله عطات الخير والبركة والخير ديالها كما كتشوفوا. نتمناو إن شاء الله ترجع بالنفع على الفلاحة وعلى المياه الجوفية من مدينة فاس والنواحي. تبارك الله يعني وما شاء الله. يعني أجواء رائعة تبارك الله، أمطار الخير كتهطل الآن هنا على المباشر من حي بن سودة بفاس. نقطعوا الرصيف للمكان الآخر وتشوفوا الأجواء كيف دايرة، ونحاول ما يمكن نقربوا المشاهدين ديالنا يعني بهذه الاجواء الجميله هذه. فالله يزيدنا شروية والله اعطانا على قد النفع. يعني ما زالت الامطار كتهطل غير دابا نسبه التهطل انخفضت شويه، ولكن كما كتلاحظوا التهطل مازال كاين متواجد تبارك الله. واحد المشاهدين كيقول لي في النهار ما طاحش، ربما يعني التواجد ديال السحاب هو اللي كيطيح يعني الشتا باش كتنزل. يعني هنا يعني تبارك الله طاحت ترعيده مزيانه، يعني ترعيده ديال الشتا طاحت. راه قمت بإظهار الطلاب المباشر ومازال لحد الآن كاين تساقطات. اللهم لك الحمد. تساقطات مطريه كما كتشوفوا، يعني حتى يعني الماء كيمشي يعني في جنبات الرصيف. انتم كتشوفوا نسبه المياه والنسبه كي دايره، يعني الرصيف كي داير المجاور. تبارك الله تبارك الله، الله يزيدنا شرويه والله عطينا شي تهطلات مطريه واحده اخرى ان شاء الله تعود بالنفع على المملكه المغربيه. نذكر المشاهدين ديالنا بان مازالت هناك زخات مطريه كتنزل، يعني ما بقاش ديك الكثافه اللي كانت من قبل. بالامس كما كيعلم الجميع على حسب على منبر وقناه حريه بريس، يعني قربنا المشاهدين ديالنا، توجهنا لمدينه افران، توجهنا الى محطه تزحلق مشليفن باش نقرب المواطنين ديالنا والمشاهدين من الاجواء. كنا بالتساقطات الثلجيه المهمه اللي كانت كما كتلاحظوا، يعني مجرى المياه كما كتلاحظوا. شوفوا تبارك الله، يعني الشتا مازال كتهطل هنا بمنطقة بن سودة ما بين مدارة بن سودة وزواغا. اللهم لك الحمد كاين أمطار الخير. ان شاء الله من بعد قليل غادي نقوم واحد المباشر من نواحي مدينه فاس، خليكم معنا عليه وترقبوا هذا المباشر هذا ان شاء الله. غادي يكون مباشر بناء كما كيعلم الجميع. هذا المباشر هذا فقط لتقريب المشاهدين يعني بالاجواء بعد واحد الترعيده بحال كنقولوا، يعني واحد الزخات مطريه قويه شهدتها مدينه فاس، وبالضبط مداره ما بين مداره زواغه ومداره بن سودة كما كتلاحظوا على المباشر. اللهم لك الحمد خيرات مولانا. هانتوما كتشوفوا تبارك الله مازال الزخات مطريه كاينين، يعني مازال الشتا كطيح. نذكر المشاهدين ديالنا ملي كنتواجدوا بمدارة ما بين مدارة زواغا ومدارة بن سودة.
بمدينة فاس. نشكر الاخ عبدو على التواصل ديالو وعلى التعليقات ديالو، ان شاء الله تكون شي غله مزيانه، ان شاء الله تعود النفع على الفلاحه وعلى المياه الجوفيه على المملكه المغربيه بصفه عامه. نتمنى تكون عامه هاد التساقطات المطريه، خصوصا ديك الزخات المطريه القويه اللي شهدتها اول مباشر اللي كنت كنقوم به. اذا مشاهدي ومتابعي منبر حريه بريس، كنت مع المباشر من مدارات بن سوده بمدينه فاس. حاولنا ما امكن نقرب المشاهدين ديالنا بديك ديك قوه التساقطات اللي شهدتها يعني واحد الظرف وجيز 10 دقائق، وكان تبارك الله الامطار فيها غزيره وقويه. اذا مشاهدينا نضربوا موعد مباشر اخر ان شاء الله، غادي يكون ان شاء الله بعد حوالي 30 دقيقه ان شاء الله من نواحي مدينه فاس. شكرا لكم، شكرا لتتبعكم، والى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله.